هبدأ بس على كده باختصار الظرف اللي بيعمل فيه طلبة مدارس في الفترة دي. كانوا مفتتح سنتهم الدراسية السنة دي بسلسلة من النضالات المستمرة، سواء طلبة الدبلومات أو طلبة الثانوي العام قدام طلبة الجامعة أو الطلبة واعتراضهم على قرار السبع مواد. هنتكلم عن كل حاجة بشكل منفصل. يمكن هيبدأ رقم واحد أو الحاجة المهمة إن المشتركين الثوريين دايما بيرفعوا شعار اسمه حكم العسكر، ده لعبة الفلول، ده لعبة الإخوان. حاليا وزارة التربية والتعليم اختلفش كتير عن باقي الوزارات، وزارة التربية والتعليم فعلا اللي بيسيطر عليها دلوقتي تماما هم ضباط الجيش. يمكن وزارة التربية والتعليم بتتعرض لعسكرة تماما دلوقتي بعد سقوط الإخوان، بعد ما كانت متأخونة. وزير التربية والتعليم طلع تقريبا من أسبوعين بيتكلم عن إنه لازم يعين قيادات أمن وطني وقيادات جيش ومكتبه الإداري، وده حصل حقيقي. إن دلوقتي المكتب الإداري لوزارة التربية والتعليم اللي بيتحكموا فيه هم لواءات الأمن الوطني ولواءات الجيش، هم دول اللي طلع يتكلم عنهم وزير التربيه والتعليم طالب ان هم يتعينوا. فعلا اتعينوا بحجه ان هو منصب محتاج سريه وكلام الى اخره. الظرف الثاني في الوزاره ان الراجل الجميل العسول احمد زكي بدر رجع للوزاره ثاني. يعني الراجل العوض احمد زكي بدر هي اشاره واضحه ان بالظبط ان يعني هم دول هرجعوا لكم زي ما في الوزارات هيرجع فيها. في وزاره التربيه والتعليم برضه هيرجع فيها الفساد، هيرجع فيها الناس اللي سرقوا الشعب. احمد زكي بدر ده كلنا عارفين فساده في السنوات الأخيرة. الراجل اللي كان هو رجع تاني؟ رجع تاني للوزارة، وممكن بيدي تصريحات دلوقتي وبيصدر قرارات وكلام. كان رجع في منصب سيادي. يمكن وزير التربية والتعليم ما اكتفاش بكده، طلع يمكن من أسبوع وبدأ يبرر تعيين أحمد زكي بدر، وبدأ يبرر إن الراجل ده وجوده معانا في الوزارة هو شيء مهم. يمكن نفس الحجة اللي بيرجع فيها كل فترة وكل السفاحين اللي سرقوا الشعب واللي قتلوا الشعب خلال سنتين الثورة، يمكن من قبلها نفس الحجة بيرجعوا بيها إن هم أصحاب خبرة وأصحاب كفاءة ولازم يكونوا موجودين. هي دايما الحجة اللي بتصدرها السلطة لينا. السلطة عارفة كويس أوي أهمية وخطورة تحرك الطلاب. السلطة عارفة كويس أوي إنها لو ما خلقتش فعلا طلاب وعيهم مشوش هتواجه أزمة كبيرة بشكل أو بآخر. طلاب المدارس عامة هم في الاخر هم بذره للطلاب الثوريين، هم بذره لنضالهم هو الجامعه. فلو ان الوزاره التربيه والتعليم ما قدرتش تشوش وتسيطر على وعي الطلاب من البدايه اكيد هيواجهوا ازمه كبيره، لان هم ده اللي بيحاولوا يصدروه كل حاجه. يمكن احنا هنتكلم عن قرارات وزاره التربيه والتعليم استكمالا بقى للمسلسل مهزله الناس اللي موجودين في الوزاره دلوقتي. ولكن اخر قرار هو قرار السبع مواد للوزاره. قرار السبع مواد طلبه مدارس خلال اكثر من محافظه تظاهروا ضده، هو يمكن اضافه ماده سبعه لطلبة الثانوي العام. لكن الوزارة بتستمر في تحويل نظام الثانوي العام لكابوس على كل الطلبة، ان هم بيذكروا الطلبة بأحمال فكرية عامة، ان هو الطالب بدل ما بياخد ست دروس بيتنطط من درس خصوصي لدرس خصوصي، لا هنديك سبعة وتنطط برضه تنطط فيها زيادة. بالإضافة إلى أن الوزارة بتمارس نفس عمل مؤسسات الدولة، وهو العمل الصريح والواضح ليها هو إثقال المواطن بأعباء مالية. مادة سبعة، مادة جديدة يعني دروس جديدة يعني فلوس جديدة، والأهالي كل اللي عليهم ان هو في مواد بتضاف الوزير بيضيفها بحجه اي كلام بقى، يعني ما اعرفش رياضه بحته اي حاجه اي حاجه بتضاف، فلازم الطالب يحتاج فيها دروس ولازم الاهالي تدفع. يمكن طلب وقتها لما ظهروا قرار السبع مواد ما كانش في اي رد فعل من الوزير غير انه طلع في مؤتمر وقال ان ما فيش اي نيه ان هو يلغي القرار وان القرار مستمر في الكلام ده كله. يمكن ده تجسيد حقيقي ان اعملوا اللي انت عايزينه احنا نعمل اللي احنا عايزينه. يمكن قرار تاني التعسف والتعلق مع الطلاب وفتح التحويلات الورقيه، ان احنا نشهد واقعه اسكندريه هنا قدام مبنى قوه الجامعه. الطلاب لما تظاهروا ضد غرض التحويل الورقي وحوار التحويل الالكتروني والكلام ده، كان تم مواجهتهم الشرطه العسكريه انها دخلت فضت اعتصام وقطع عرض من الطلاب. الحكومه اللي دايما بتتغنى بالانفلات الامني هي نفس الحكومه اللي بتتعلق مع الطلاب وتتعلق مع اهلهم وتخلي الطلبه مغتربين. نفس الحكومة اللي بتقول إن في فلات أمني في مصر هي نفس الحكومة اللي بتخلي طالب اسكندرية يروح أسوان ويروح أسيوط ويبعد عن أهله، هي نفس الحكومة. ولما الطلبة تعترض الجيش بيجي بيقبض على عدد منهم وبيضربهم وبيسحلهم. نفس الحكومة اللي طلاب الدبلومات الفنية خمس سنين لما بيعترضوا بيكون رد الدولة عليهم إن هم يضربوا عليهم خرطوش ويضربوا عليهم ناس مسيلة الدموع ويقبضوا على 14 طالب منهم. يمكن دلوقتي متحولين للنيابة متحولين للتحقيق بتهمة قطع الطريق وكل الكلام اللي احنا عارفينه ده كله. يمكن الوزاره كان وزير التربيه والتعليم الجديد ده هو راجل ليه سابقه عامه في الوزاره، ان هو كان رئيس لقطاع التعليم الفني في مصر. قطاع التعليم الفني في مصر يعني يمكن المهزله الكبرى في التعليم. احنا هنتكلم عن المدارس الثلاث سنين صنايع، فالطلبه
بالظبط نفس حل العمال، مبدئيا من اول تصدير خطاب ليهم، انتوا حساله وانتوا اقل طلبه، انتوا طلبه الدبلومات الفنيه 3 سنين، انتوا اللي هتطلعوا في الاول في الاخر ما لكمش اي حاجه، يمكن الوزاره هتبص لكم انتوا فاشل قوي والكلام ده كله. نفس الطلبه دول هم اللي بيتسخروا. بالمناسبه هم بيخشوا اصلا لان هم بيخشوا تعليم فني عشان هم جايبين تقدير قليل ما يدخلوش ثانوي عام. بالظبط بيصدر لهم الخطاب ده يعني. ان نفس الطلبه دول هم اللي بيتسخروا، مجرد ما يدخلوا من المدرسه الطالب بيلبس الافرول ويدخل ورشته يشتغل، بيبدا يشتغل. واحنا بنتكلم عن قسم نجاره في مدرسه تانية عامه، ان طالب صناعي 3 سنين، طالب عندنا في قسم نجاره بيدخل مدرسته بيلبس طقم الورشه بتاعه الزي بتاعه بيبدا يشتغل سواء 5 ساعات او 6 ساعات في المدرسه، بيطلعوا شغل لاداره المدرسه بولوفات، بيبداوا بقى سواء احنا عندنا يمكن ورشه كبيره بيمارسوا بقى عمليه تقطيع خشب وتقشير والكلام ده كله، بيطلعوا شغل للاداره بولوفات، كل الفلوس ما حدش عارف بتروح فين، ما حدش عارف مين اللي بياخد الفلوس دي، مين اللي بيستحوذ عليها. يمكن احنا بنتكلم ان فعلا في تسخير للطلبه، طلبه ميكانيكا بيدخل لهم عربيات المدرسه يصلحوها، ما حدش عارف الفلوس كلها بتروح فين. يمكن نفس قرارات الوزاره هي اللي بتعين نفس تعنت الطلاب، يمكن هم طلبه الصنايع هم اللي هيطلعوا كمان سنه يبقوا عمال، يتصدر لهم نفس الخطاب، يمكن الخطاب نفس الخطاب بيصدر من الثانوي دلوقتي، بيحضروا لهم انتوا وانتوا 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 اقل من انتوا تستعرضوا تغيير وانتوا فاشل قوي والكلام ده كله، نفس الخطاب اللي بيتصدر من العمال ان انتوا مش هتقدروا تغيروا وان احنا بنفكر احسن منكم وان احنا. يمكن انا اتكلمت في عجاله شديده عامه، يمكن ظرف طلاب مدارس دلوقتي احنا بنتكلم واحنا بنفتح المقر، الحركه الطلابيه في مصر بتشهد قمع حقيقي، يمكن الناس تشهد بالحادثتين دول، واحنا عارفين كويس قوي ان الفتره الجايه هتشهد قمع اكبر للطلبه، ان الصوت عارف ان كل الطلبه هتتحرك كل ما الخطر هيزيد عليهم، كل ما الدوله هتزيد اكتر شراسه لقمع الحركه الطلابيه. الطلاب مدارس قلنا ان الدوله مش هتوقف رغم قمعهم، يمكن الجيش لما قمع مظاهراتهم قبض عليهم، تاني يوم كان العدد اكبر بيتظاهر قدام مدرسه الجامعه، وكان يمكن وحدوا مطلبهم ضد سلطات القمع جامد. لو ان احنا هنختم فاحنا هنقول ان احنا لو ان احنا فعلا ما نتصرفش، ده لازم في السنه الثالثه للثوره الطلبه مفيش تنظيم حقيقي يوحدهم، مفيش تنظيم حقيقي يوحد ويربط ادارات المصنع بالجامعه او ادارات الطلبه بالعمال عموما. لو ان احنا عندنا فعلا تنظيم حقيقي قوي يقدر يوحد الادارات ويربطها ببعضها، ما كناش هنقعد في السنه الثالثه للثوره لحد دلوقتي كل اللي بيسيطروا على الدوله هم مجموعه من الديمقراطيين سواء لواءات شرطه او جيش او امن وطني او اعضاء الحزب الوطني المسيطرين على كل شيء في الدوله. يبقى احنا النهارده قاعدين عشان نلاقي حل ونتكلم عن الموضوع. انا بشكركم تماما.